السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأدوات القوية في الراينو إن أنت ممكن تعمل درافتنج. أقول شو تول بار واختار درافتنج من هنا أهيت. هتلاقي بعض الأدوات اللي تسهل عليك الشغل، يعني مثلا واحنا هنا على التوب هقول له مثلا أنا عايز أعمل ديتيل فيو جديد، عايز أعمل نيو لي أوت جديد، تمام أهوت. تبدأ ترسم فيه، خد الفيو ده وبدأ اعمله كده بحيث تقدر تعمل الدايمنشن اللي انت عايزها، تمام. يعني فيرتيكال دايمنشن مثلا، خليها مثلا من هنا لهنا مثلا، او الدايمنشن بتاعك ممكن تقول له انا عايز مثلا دايمنشن من النقطة دي للنقطة دي اهوت. ممكن تقول له انا عايز دايمنشن لينير من هنا لهنا، ممكن تقول له انا عايز حاجة مثلا الاين من هنا مثلا ده هنا، ممكن تقول له انا عايز حاجة مثلا راديال دايمنشن يبدأ يجيب لي الراديال قد ايه. تقدر تحط اي دايمنشن، تحط هاتش مثلا معين، تمام، يبدأ هو يعمل لك هاتش. تقدر تقول له انا عايز مثلا احط انوتيشن ستايل تحدده، تحط تكست، تعمل سيرش على تكست، تمام. يعني ممكن تكتب انت اي تكست انت عايزه، تمام، او تعمل اديت ليه. ممكن تعمل برنت ديسبلاي يعرض لك الطباعه تبقى عامله ازاي،